عندنا ثلاث وكالات اللي راح نقوموا بالصيرفة الإسلامية، راح تكون وكالتين هنا في وهران، والوكالة الثالثة راح تكون في مدينة إرزيو، وراح ننطلقوا من بعيتك إلى التلمسان. انطلقنا وفتحنا وكالة شباك صيرفة إسلامية اللي عرضنا فيه تسع منتجات كمرحلة أولى، تسع منتجات منها خمسة ادخارية وأربعة تمويلية، لخمسة ادخارية لاستقطاب الموارد المالية اللي مش هي في المنظومة المالية والمصرفية تاعها، وأربعة تمويلية لتوجه للأفراد والمهنيين والمؤسسات الصغيرة.